حياكم الله مشاهدينا في حلقه جديده ويوم جديد يجمعنا مع الاستاذه فرح الخباز اخصائيه نطق ولغه، حياك الله معنا في الاستديو. الله يحييك. بالبدايه خلينا نتكلم عن اللعب، للامانه انا اول مره ادري ان اللعب مهاره تحتاج تطوير. فبالبدايه عرفينا على شنو مهاره اللعب. ممتاز. اللعب هو نشاط يقوم فيه الطفل بطريقه تلقائيه. يتعلم من خلالها العديد من المهارات، فاحنا نقدر نقول اللعب يفتح ابواب المهارات الاخرى حتى يقدر الطفل يطورها. لما قلتي اللعب اي نعم اللعب لازم يكون منظم وبطريقه منظمه، يحتاج الطفل يتعلم او يشوف احد يلعب بطريقه صحيحه عشان يقدر يطور هذه المهاره. وشنو هذه المهارات اللي مترتبه او متعلقه باللعب؟ احنا اولا المفروض نعرف ان اللعب في جدول تطوري للطفل، فالطفل يمر في مراحل يتعلم فيها من خلاله شلون يلعب بطريقة صحيحة. فنقدر نقول في البداية الطفل يتعلم اللي هو اللعب الاستكشافي فتشوفين في بدايه حياته لست اشهر يبدا الطفل يمسك اللعبه يستكشفها ممكن ساعات يحطها بفمه العظاظه العضاضة ممكن يطقهم ببعض بعدها ينتقل الى مرحله اللعب الوظيفي اللي هو يبدي يوظف هذه الالعاب اللي اكتشفها في السابق في طريقه افضل ممكن يلعب التركيب يحطهم فوق بعض اذا كانت عندنا البازل يركبهم على بعض او ممكن في لعبه الحلقات يبدي يحط كل حلقه في مكانها. شلون نستخدم الالعاب لاكتشاف المشاكل اللي يعاني منها الطفل؟ ممتاز بس معناته لازم ننتقل حق خلينا المرحله الثالثه اللي هو اللعب التخيلي. آه ان الطفل يبدي يتخيل انه هو عنده دور ممكن هو الطبيب أو هو المطافي أو هو الشرطي ويبدي يتخيل من خلالها ويلعب بطريقه منظمه مم. بشكل اكبر ومعقده بحيث انه هني يقدر يستخدم اللغه. شلون اعرف طفلي اذا عنده مشاكل من خلال هذه الثلاث انواع اذا في البدايه طفلي ما ما ينتبه للالعاب او ما تلفت انتباهه الالعاب او يلعب اللعبه بطريقه مختلفه مثلا هي سياره انا بعمر السنه اخذ السياره بدال لا ادزها قدام ورا اخذها مثلا احذفها او اكسرها إذا التركيب بدال لا أحطهم فوق بعض أبدي أصنف هذه التركيبة وأحط الألوان بروحها أو أحط يكون عندي نمط معين في اللعب. هذه <applause> مؤشرات على شنو؟ مؤشرات, <مؤشرات> لأن في وجود مشاكل في مهارة اللعب. ولكن عشان نتاكد ان هذه المشكله مرتبطه بمشاكل اخرى غير اللغه هني نحتاج ان احنا نفحص الطفل او نقيم الطفل بشكل اكبر لازم يكون في قدوه باللعب لا يعني الام او الاب او حتى اذا في اخوان اكبر منه انه يشوفهم قدامه يلعبون فبالتالي هو يكتسبها ولا ما له علاقه وجودهم اكيد طبعا احنا من الاسئله اللي نسالها اولياء الامور انتوا تلعبون مع الطفل أو هل الألعاب موجودة ومتاحة بشكل كبير عند الطفل يعني غرفة كاملة كلها ألعاب فعشان كذي الطفل وايد تلقونه متشتت أو مثلا يلعب اللعبة ما يخلصها ينتقل إلى اللعبة الثانية فكل هذه المعلومات نحتاج أن احنا ناخذها من ولي الأمر ونعرف يعني وفرة الألعاب ممكن تشتت الطفل ما تساعده في تنمية طبعا طبعا إذا وفرتها وإحنا موجودين نساعد الطفل ونعلمه أن احنا لما نخلص خلص من اللعبه نقدر نلعب باللعبه الثانيه اهني ممكن ما تاثر، لكن ان انا اقول والله انا ولدي عنده كل الالعاب وموجوده و... وللحين يقط الالعاب في الارض وما ي... ما يهتم فيهم او يكسرهم، اهني ممكن نقول حق الام لا معناته طفلك بحاجه الى انك تخلين لعبه لعبتين موجوده وبعدها بين فتره وفتره تبدين تبدلين هذه الالعاب. في بعض الاطفال تلقين الالعاب عندهم موجوده بالبيت ما يجيسونها. مجرد وجود طفل اخر مثلا بالزواره راحوا غرفته يبون ياخذون لعبه معينه او يلعبون يرفضون رفض تام مع ان اللعبه مكتوطة صار لها فتره. زين بس لا ما تحلى بعينهم الا لما يجي طفل ثاني ويبي يلعب فيها. شنو تفسيرك لهذا السلوك؟ هذه تندرج تحت اللي هو تويز ان انا اشارك العابي مع اطفال اخرين وهذه لها جدول تطوري يعني في عمر السنتين عادي الطفل يرفض انه يشارك لعبته لان حتى الان يحس انها ممتلكاته ولكن بعمر الاربع خمس سنين من المفترض انه خلاص يفهم مفهوم المشاركه ويبدي يعطي الاطفال الثانيين ممكن اللعبه ولكن ايضا الاهل لهم دور في هذا الجانب يعني عاده احنا نشوف الاهل يقول حرام هذا صغير عطى لعبتك او ناخذها من الطفل غصب لا احنا نحتاج نستخدم اللغة المناسبة وبطريقة مناسبة تناسب هنقول مستوى اللغة عند الطفل بحيث إنه هو يقدر يفهم مفهوم المشاركة وما يتأثر نفسيا من مشاركته للعبة ومن مفهوم المشاركة راح أستأذنت نطلع فاصل ونرد لكم إن شاء الله عودة لكم مشاهدينا مع الاستاذة فرح الخباز اخصائية نطق ولغة، بالبداية تكلمنا عن اللعب ومهارة اللعب، شلون الام تكتشف ان ولدها يعاني من مشاكل في هذه المهارة؟ ممتاز احنا طبعا المراجع غير متوفرة حق الام بحيث انها تشوف الجدول التطوري وتقدر تعرف اذا ولدها متاخر او عنده مشكلة، ولكن في بعض المهارات قد تكون واضحة حق الام وما تنتبه لها بشكل واضح بتقول انه هو قاعد يلعب وعادي ممكن يتطور في هذه المهاره واحده من الاشياء اللي ممكن نحرص عليها الاهل في انهم يشوفوا مده انتباه الطفل احنا عاده نقول سنه من عمر الطفل هي دقيقه انتباه واحده فاذا الطفل خلينا نقول عمره خمس سنين معناته الانتباه المفروض يكون خمس دقائق فاذا كانت هذه المده اقل من الوقت اللي يلعب فيه الطفل باللعبه ممكن هذا يكون مؤشر على مشاكل في اللعب ايضا اذا طفل عمره ثلاث سنين اربع سنين لا زال يحط الالعاب في فمه او يبدي حتى الان يكتشفهم، ايضا اللعب تكون غير منظمه، فمثلا الطفل يلعب في المطبخ بس بدال لا يتخيل انه هو قاعد يطبخ او قاعد يعطي الاكل حق امه يبدي يطقهم يبدي يخرب الالعاب عنيف شوي <applause> عنيف او بطريقه غير منظمه احنا نقدر نقول، ايضا انتقاله من لعبه الى الثانيه بدون لا يخلصها. فهو بدأ يلعب التركيب حط ثنتين وبعدها مشى عنها وراح للعبة اللي بعدها ممكن بهالحالة نقول إنه هو ما لقى اللعبة اللي توالمه أو تعجبه ولا ممكن إذا كان الطفل بروحه ترى وهذه وايد تأثر خصوصا إذا هو خلاص هذا اللعب إحنا نسميه اللعب الحر م. واللعب الحر عادة ما يفيد الطفل بشكل كافي لأنه هو قاعد يجرب ويغلط ويجرب ما في أحد فوقه ممكن يعلم أن هذه الطريقة صحيحة للعب فالأفضل أن تواجد أحد من الكبار الأم أو الأبو أو حتى الأخوان الكبار في أنهم يعني يقودون اللعب عند الطفل في هذه المرحلة متى يكون تدخل الأخصائي أو المعالج ضرورة للطفل؟ عادة إذا الطفل عنده مشاكل في اللعب غالبا تكون عنده مشاكل أيضا في اللغة لأن اللعب واللغة مرتبطين في بعض فاحنا نقدر نقول اذا كان الطفل متاخر في مهاراته اللغويه وايضا اللعب عنده حتى الان غير صحيح وغير منظم ممكن تتجه حق الاختصاصي وبعدها الاختصاصي يقوم بعمل تقييم هذا التقييم راح يبين ايش كثر الطفل متاخر في هذه المهارات ويبدي يعطيهم التوصيات المناسبه لضعف المهارات اللي عند الطفل والام بالبيت شنو تقدر تسوي حق الطفل بحيث انها هي تنمي هذه المهارات من خلال الالعاب ومثل ما ذكرتي لازم هي تكون موجوده او احد كبير موجود بس نبي العاب فعليا شنو ممكن تساهم ممتاز من الأشياء اللي أنا دائمًا أقولها إن إحنا ما نلتزم بالكرتون اللي برا اللي مكتوب مثلًا هذه اللعبة حق ثلاث سنوات أو هذه حق عشر سنوات إحنا لازم نكون شوية اذكيه في اختيار اللعبه بحيث ان انا اعرف من هذه اللعبه انا شلون ابي العبها مع طفلي وشلون اقدر اختار اللغه المناسبه حق طفلي فايضا من الاشياء ان احنا ما نخلي هذه الالعاب متاحه بشكل كبير عند الطفل دائما ما اخلي اللعبه قدامي واطالع طفلي وهو يلعب بروحه فيكون لعب حر من الافضل اني انا اكون مع أثناء اللعبة منها نتبادل الأدوار منها نسمي الألعاب الموجودة ممكن أخذ وأعطي معه بالكلام أتخيل أني أنا طباخة وأنت اللي تبي تطلب مني أو العكس واحدة من أهم التوصيات اللي إحنا نقولها دائما عشان الأهل لا يتوترون بحيث أنه يقولون إحنا دوام وما عندنا وقت نقعد فيه مع أطفالنا فهل من الممكن عيالنا راح يتأخرون في هذه المهارة إحنا دائما نقول الجودة للكميه يعني في ناس يقعدون مع اطفالهم ممكن بالساعات ولكن الطفل قاعد قدامها وهي مو تسوي شيء ما قاعد يكتسب ولا شيء وما قاعد يكتسب ولا شيء وفي ام تقعد خلال هذه العشر دقائق الربع ساعه في وقت حميم احنا نسميه مع طفلي وقاعده العب معه لعب منظم الطفل راح يكتسب مني بشكل اكبر كل الشكر لك استاذه فرح الخباز اخصائيه نطق ولغه على هذه المعلومات القيمه وهذه رساله لكم ولجميع الامهات اهتموا بجوده الوقت مع اطفالكم عشان يكتسبون مهارات تساعدهم على الحياه الى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله من برنامج نون